بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على النيرسينج مانجمنت اوف ريسبيرتوري ديس اوردر او ريسبيرتوري ديزيز. بنقول الاوبجكتيف بتاعتنا هنقول ريكوجنايز الفاكتور اوف ريسبيرتوري سيستم، نعمل ريكوجنيشن للجينجي للاسسمنت كاركتير الاكيوت ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، ابلاي نيرسينج بروسيس للكومن ديزيز الابر او اللور ريسبيرتوري تراكت، وابلاي نيرسينج بروسيس للكومن ديزيز الاكيوت لور ريسبيرتوري انفكشن، و long term respiratory care أو dysfunction للبرونكال أزمة. الـ respiratory disease ده divided into two parts: upper and lower respiratory tract. الـ upper tract including nose, throat, pharynx. ده زي الـ common يعني زي اللي يحصل فيه زي الـ common cold. الـ lower respiratory tract ده include التراكيه, البريكيولز, اللونج, ده غالبا بيبقى فيه البرونكايتس, البرونكولمونيا, الاتلاكس في اللور. ده الاناتومي بتاع اللور. هنا بتقسيمها بتاعته الابر واللور. فيرست اوف اول هنتكلم عن الكومن كولد. ده غالبا بيبقى فايرال انفكشن وتريتد دايركت نوع من مانجمنت المانفستيشن. وبعد كده بقى الجسم بتاعي او البادي اميون سيستم بتاع الطفل هو اللي بيعمل فايتنج انفكشن. المانفستيشنز بتاعتنا بتبقى غالبا راني نوز, بوست ليزر دريب او تشارج, الكف ليزر كونجيشن. لو هو دخل بقى في لارنجايتس ممكن الطفل بقى يبتدي يحصل فيه لوزنج للفويس او يبقى فيه هورسنس في الفويس, وغالبا بيبقى ديفيكالت ان انا افرق بين الابر سبيراتوري تراكت والسيزون انفلونزا او الاتش 1 ان 1 فلو, الاثنين تقريبا زي بعض. عموما يعني او نقول ان الانفلونزا غالبا بتسبب مانيفستيشن وكومبلين بتاخد كل البادي الانتر بادي. ان انا لقيت طفل عنده فيفر, عنده شيلز, عنده ماسل ايك او بين, ممكن يبقى في جنرال ماليز او بور في الكولد not to have such broad body system involvement. If the doctor concerned about diagnosis of influenza أو اللي هي الفلو يعني, الـ antiviral medication هي اللي ممكن تتكتب ساعتها. لكن غالبا احنا بنعمل كلها حاجات يعني symptomatic. بنقول إن مفيش specific antiviral medication هو ده الخاص بعلاج الـ common cold. طيب ده كانت الـ introduction بسيطة كده. طب لما ندخل بقى على الـ upper respiratory tract, أول حاجة هنتكلم عليها هي nasopharyngitis. نقول ان دي viral infection للنوز والصوت وكمان من upper respiratory. بس انت كركتنا بتاعتنا عندي ال young children وعندي ال older children. ال young بالنسبة لنا اللي هما دولت خلاص هيبقى في fever, sneezing, irritability, vomiting, diarrhea, restlessness. اما ال old children هيكون عندنا dryness, irritation في النوز والصوت, ممكن sneezing, ممكن muscle ache, chili and cough. في كومبليكيشن بقى للنيزوفرنجايتس غالبا يعني لو حصل دي الكومن اكتر حاجه ان هي اوتيتس ميديا او مع اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن. لو في الاولدر تشيلدرن ممكن تقلب معانا سينوسايتس. لكن احنا هنتكلم عليها هي الفرنجايتس والانفلاميشن الفارنكس والسيراميك الليمفويد تيشو انكلودينج التوتسلز. البيك بتاعنا او البيك انسانس بتاعتنا بتبقى من 4 ل 7 سنين, والاتيولوجي بيبقى ايزر فيروس او جروب اي بي دايماتيك سيرفوكال انفكشن. المانيفستيشن بتاعتنا برضه في يانج والاولد. في يانج عندي فيفر اند روكسيا ماليس في الصوت. في الاولدر تشيلدرن بقى بيبقى في فيفر ممكن توصل 40, اند روكسيا ابدومينال بين, هيديك اند فوميتنج. الكومبليكيشن عندنا ممكن توصل لتريتس ميديا, اكيوت سيرفايكال ادينايتس, لو ريسبيرتوري ريت انفلونزا. المانجمنت بتاعتنا عندي جنرال سبيسيفيك. الجنرال بتاعتنا بدرست انتي بايوتيك دراجل ويز ورم سلاين او ورم فلويد. السبيسيفيك بقى مفيش فيرال قلنا سبيسيفيك ثيرابي, لكن البكتيريال ممكن انتي بنسلل لمدة 10 ايام, او لو الحلقه كانت وصلت معنا الكرونيك كيس ممكن اعمل تونسليكتومي. ثالث حاجة هنتكلم عليها اللي هي اوتيتس ميديا, ودي عبارة عن انفكشن في الميدل اير سيكشن. الاير انفكشن موست اوفن تغلب توفر فيرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي ما قلنا من شوية زي الكومن كولد او
غالبا الانفكشن دي بتعمل سويلينج في الميوكوس ميمبرين بتاع النوز والسود، وبتعمل دمج نورمال تشايل ديفنس ساتش از الكليرانس اوف بكتيريا فروم النوز او انكريزنج اماونت اوف بكتيريا النوز. ممكن يكون برا ال respiratory tract infection هو اللي عمل المومنتن السفن تيوب فانكشن، واحنا عارفين ان الفانكشن بتاعتها دي important for maintaining normal pressure في الاير. impairment في الفانكشن ممكن يعمل change في pressure في الاير، وده هيؤدي الى ال accumulation of fluid اللي هي بنسميها effusion، واللي هيبقى ممكن معاها بكتيريا او فيروس، وده هتؤدي معايا inflammation في middle ear. دي بتوضح لي التيوب شكلها ايه والاناتومي بتاعها شكله ايه سواء ادلت او بيدياتريك. طب ايه المانيفستيشن اللي عندنا؟ خلاص المانيفستيشن في الادوليسنس والاولدر تشيلدرن بتبقى اوتولوجيا اللي هي اير ايك، ممكن يبقى في تمبرري هيرنج لوس، ممكن في اوتوريا اللي هي بي بيرنت شورت نينت المعينه، في فيفر ريستلسنس وايرتابيلتي. في الانفنت بقى واليونج تشيلدرن هلاقي المانيفستيشن دي مختلفه شويه، هلاقي في فيفر توصل 38 او اعلى من 38، بولينج الاير اون رام يعني بيشد ودانه كده لتحت، كان عند حلقه الودن كده من تحت بتبلش انها بتبقى بتاكله من جوه، في رولنج الهيد فروم سايد تو سايد ده هيبقى دليل على البين، في الفيوزنس او الارتبيلتي، في التكريس الاكتيفيتي والاكل ابيتايت او ديفيكالتي ايتينج وفوميتنج وداريا، ده هيبقى نتيجه تبص موجوده عندنا. الدياجنوست بتاعي بيبقى من الانفستيشن او انا بعمل اوتوسكوبي، وده هيوضح لي في الديك بتاع الممبرين اللي موجود جوه اذا كان برايت ريد ولا في بولجين. لو كان في بقى كمان الشورش هيطلع معايا بقى ضغط منه كالتشر عشان اقدر ادي للسبيك انتي بايوتس. المين تريتمنت بتاعنا طبعا لازم ادي انشبيوتك خلاص، وغالبا بندي في يانجر انفانت لو اقل من 24 شهر او سنتين، واللي هم عندهم هاي فيفر او انفكشن في البوستير عشان احميه من الهير لوس. الاوبزرفيشن مهمه جدا عندي ان كيس اوف دكتور ويل ريكومند ذات الشايلد اوبزرف ات هوم بيفور ستارتنج الانتيبيوتيك، يبقى ده هيبقى معايا جدا مهم جدا الاوبزرفيشن. بعلم الام امتى هتبتدي الانتيبيوتيك او امتى هيبقى نيجي معانا، وازاي هتعمل مونيتورنج للطفل الحراره بتاعته. اهم حاجه عندي في الاوبزرفيشن خلاص ريكومندد في الستيشن ده لو التشايلد كان اكبر من 24 شهر، او لو الاير بين والفيبر مش موجوده خلاص، او لو التشايلد كان هيلثي، يعني دي الحاله اللي ممكن اروح خليك اندر اوبزرفيشن. بالنسبه للبين مانجمنت بنقول بين ريليفنج ميديكيشن زي الايبوبروفين او البرستامول او الاير دروب، كل دي حاجات بقدر اعملها كومبينيشن مع المديكيشن بتاعي، وبقدر ان انا اديها له عشان اقلل من الريسك. لو السؤال بتاعي كان البين والفيبر لسه مستمرين معانا وبتسوء يعني في ورسنس في الكيس بتاعتي، الانتي بيوتيك ار ريكومندد والاوبزرفيشن برضه بتبقى مستمره معانا. المانجمنت بقى كومبلكس ميديا بقول دي اما بدي دي كونجيشن حاجات انتي كونجيشن دي بالنسبه لي مهمه جدا مع الانتي هيستامين الاثنين مع بعض علشان الانفكشن. الفلو اب بتاع الطفل ده مهم جدا، المانيفستيشن بتاع الطفل بتبقى امبروز في خلال 24 48 ساعه خلاص. لما لو انا في حاله الانتي بيوتيك مش بريسكرايب، لكن لو التشايلد ده does not improve after 48 ساعة أو get worse لازم أبتدي إيه أعمل recalling للفيزيشن. غالبا الأطفال أقل من سنتين خلاص أو اللي هم عندهم language or learning problem should have follow up ear exam 2 أو 3 months after being treated with ear infection to ensure إن الفلاور كوليكشن دي عندي resolved. طيب الأوتيتس ميديا ممكن تعمل كومبليكيشن، اشهر حاجه فيهم هي التمبريك ممبرين رابشر، ودي الاطفال غالبا بيبقى بيحس في البيتر لان البريشر اللي كان موجود ده ريليز خلاص، وبالتالي ده ممكن يحصل له بسرعه جدا بعد ما الرابشر ده ما يحصل عندي في خلال ايام ساعات او ايام. الاوتيتس ميديا الامل ما لقيتش صح وكانت في اكيميشن فلويد كتير بهايلنت الاير رام خلاص اللي بنسميها فيوجن، فضلت بريسست عندي الاسابيع او الشهور خلاص مع البين او مع الانفكشن بعد ما يخلص خلاص. الفيوجن دي بتعمل بشكل جامده ممكن توصل معايا الهيرنج روس.
برضه بدون الكوميونيكيشن عندي الافشنسي، ممكن النورمال بتاعها انها تبقى ريزولف بسبب اي تريتمنت، او حتى لما باخد الانتيبيوتكس بقى لو فيها ديسشارج. لكن في حالة الناس استمرت معايا اكتر من 3 شهور والطفل معايا كان مش مستجيب، لازم نعمل سيرجيكال انترفيرنس على طول عشان احافظ على الهيرنج بتاع البيبي. الاطفال اللي هم نوت تريتد فروم الفيوجن شوت هاب اير اكزام والهيرنج تيست كل 3 شهور 6 شهور لغايه لما الفيوجن دي تخلص من عندهم. عشان اعمل بريفنشن بريتس ميتيا احيانا بضطر ان انا اعمل، او بعض الدراسات قالت ان لازم اعمل سيرجيكال ريبليسمنت، انا بشيل السمبريك برين ده اساسا، انا بحط مكانه حاجه زي تيوب صغيره كده اهوت، دي هتهلب الاير بس بريفنت ريكرنت الاير انفكشن. في بعض الحالات تقال ان ده نوت ريكومندد عندنا. احنا كده خدنا اكزامبل للابر، طب نبتدي بقى ناخد اكزامبل لللور. اول اكزامبل عندنا اللي هو البرونكولايتس، ودي بيقول ان دي لور ريسبيراتوري تراك انفكشن، ودي بتحصل في اطفال ينجر ذان 2 ييرز اولد، وغالبا كوست باي فيروس، والفيروس ده كوزز انفلاميشن في السمول اير واي او البرونكيولز. الانفلاميشن ده ممكن بارسلي او كومبليتلي بلوك الاير واي، ده هيعمل لي ويزنج. انا هنا بدات اسمع الويزنج شيست، ده معناه ان انا عندي less oxygen enter lung potentially causing decrease في blood level of oxygen. الاتيولوجي بتاعنا بيقول ان هو respiratory syncytial virus وده هو primary cause. الاطفال less than 2 years غالبا مش بيجي لهم او not developed bronchiolitis، ولكن ممكن يكون infected بال RSV virus. الاسمنت كريتيريا بتاعتنا بيقول انها برونكولايتس، ودي غالبا ديفلوب فولوينج 1 تو 3 دايز اوف كومن كولد. المانيفستيشن بتاعتنا هيبقى في نيزل كونجيشن مع ديسشارج، اي في مايلد كاف، الفيفر ممكن تكون هاير ذان 38 ديجري يس ديجري، ممكن يفيد ديكريز في الابيتايت. غالبا زي الانفكشن كل ما يحصل لها البروجريشن الريور ريسبيراتوري تاك بتبقى افكتيف. اذر مانيفستيشن مي بي ديفلوب زي ممكن يكون البريزنج رابط بيبقى من 60 ل 80 سايكل بير مينيت، او بيكون ويز مايلد تو سيفير، يعني مايلد تو سيفير ديفيكلت. الويزنج ويتش يوجوالي لاست اباوت 7 دايز، في ريزيستنت كاف، ودي ممكن توصل معانا لغايه 14 يوم او اكثر. في ديفيكلت فيدينج ريليتد تو نيزل كونجيشن والرابت بريزنج، ده هيؤدي معايا احيانا لديهايدريشن. ان اديشن ممكن الاقي ابنيا، ودي ممكن تبقى فيرست ساين للبرونكولايتس في الانفانت، ودي غالبا بتحصل عندنا كوماني في الانفانت فور بريماتشور او الانفانت هو ينجر ذان 2 مانث. من الساينز اوف سيفير برونكولايتس ممكن يكون فيه ريتراكشن، في نيزل فلارينج، في جرانتنج. في السيفير كيسز بقى التشايلد مي نوت بي ايبل تو كنترول بريزنج ان هيز اون، يعني غالبا هيبقى فنتليت. الهايبوكسيا او السينوزيس كان بي ديفلوبت برضو مع الالنس بروجريس بتاعه، والتشايلد دايما يبقى عنده جرانتنج او ستوب بريزنج او عنده سينوزيس نيد ارجنت ميديكال اتنشن. الدياجنوزيس بيزد ابون الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن، البلاد تيست، الاكس راي نوت يوجوالي نيسيسري عندنا. في السيفير كيسز البرونكولايتس ده لازم اعمل اسيست للبلاد جازز، مهم جدا عندنا عشان نشوف نسبه الاكسجين ساتوريشن قد ايه. البلس اوكسيمتر غالبا هو ده اللي احنا بنستخدمه علشان نقيس او عشان نعمل مونيتورنج للاكسجين. الانتيجين تيست في النيزوفرينشال سيكريشن من الار اس في، الار اس في والبرا انفلونزا فيروس والانفلونزا فيروس والادينو فيروس ار موست سنسيتيف تيست تو كونفيرم الانفكشن. في حال بقى ان الطفل نفسه وصل معايا للسيفير او كان في ريسك الكومبليكيشن، الهوسبيتاليزيشن غالبا بيبقى ريكومندد، وبعمل مونيتورنج للتشايلد بتاعي وغالبا بحوله على انترافينس فلويد مع سبلمنتري اوكسجين. بنقول ان الحاله بتاعتنا دي احيانا بيبقى فيها لايف ثريتنينج ايلنس، فالتريتمنت شود نوت بي ديليد اور لاي سبب من الاسباب. يعني اول لما احس ان الطفل بتاعي بدا برونكولايتس ببتدي بالمايلد تريتمنت، ولو الحالة كانت بتأخر معايا بحاول ان ما بعملهاش اي ديلينج في التريتمنت بتاعي. الهوم كير بتاعنا
اساسي. اول حاجه بعمل كنترول من الفيفر بكل الميجرز بتاعتنا، بعمل بدي النوز دروب او السبراي، ولازم اساعده انه ياخد الفلويد، وغالبا بتكون كلير فلويد او ورم كلير فلويد. في بقى بعض الثرابيز التانية زي الانتيبيوتكس، الكاف ميديكيشن، الديكونجيشن، السيديشن. غالبا مش بنحتاج قوي السيديشن دوت في مع الحالات البرونكولايتس. anyway الانتيبيوتيك may be necessary لو الطفل البرونكولايتس بتاعته كانت كومبليكيت مع بكتيريا انفكشن او دخلت في اير انفكشن معانا. الشايلد هيد لازم اخليها دايما مرفوعه على اكسترا بيلو علشان اقلل من الورك لود في البريزنج، او علشان يساعدني في الهايبر انفليشن اوف لانج. كل ما كان بزاويه 45 او 60، كل ما كان من 30 ل 45، كل ما كان الطفل بالنسبه لنا الاكسبانشن بتاع اللانج هيبقى احسن. الهوسبيتال كير بقى احنا قلنا دي بنحتاجها في حالات الاطفال اقل من 6 شهور، المودريت والماركت ريسبيراتوري ستريس دخل في والسليبنج ريسبيراتوري ريت اكتر من 50 او 60 بريس بير مينيت، الهايبوكسيا في الابنيا، لان قبل السيوتو ريت الاورال فيدنج، او لو كان عندي لاك اوف ابروبريت كير ات هوم، يعني مش الكير جيفر ما هوش قادر يعمل كيرنج ليه صح، او ما عندوش السكيلز والفاسيلتيز ان هو يعمل الكلام ده في الهوم. في الهوسبيتال بقى لازم اعمل ايزوليشن بريكوشن تبقى عندي، الفيدنج، البرونكو دايليتور، الاكسجين سبلمنتيشن. طبعا مش هقول لازم اساسي ده ورم هوميفايد اكسجين، ما بديش ابدا دراي اكسجين. وفي الاخر لو الحاله احتاجت فنتليشن فنتليتور. لو الحاله الحمد لله ان شاء الله تتحسن معانا بتيجي اعملها ديسكارج بلان هوم. غالبا الاطفال بيرجعوا وزين 3 تو 4 دايز هوم، الا طبعا اذا كانوا على فنتليتور. الاطفال اللي هم ريكوار ماشين تو هيلب ذيم بريز يوجوالي نيد 4 تو 8 دايز لونجر. يبقى كده الاطفال اللي هم مش على فنتليتور بيبقى حوالي من 3 ل 4 ايام، لكن اللي هم فنتليتد شايلد من حوالي 4 ل 8 ايام يقدروا نعمل الديسكارج بلان. الريكفري بتاعنا اكتر الاطفال بتوعنا اللي هم عندهم برونكولايتس بيكونوا هيلثي، بيجين تو امبروف وزين 2 تو 5 دايز. الويزنج ممكن يستنى معانا شويه حوالي 4 اسابيع. الريكفري مي تيك لونجر يونج انفانت اند ذوز اندرلاين ميديكال بروبلم، الناس اللي كان عندهم بريماتورتي، كان عندهم لونج ديزيز، كان عندهم اي اذر افكتد في الاميون سيستم بتاعهم، ممكن يحصل لهم ديلي شويه في الريكفري في التايمنج بتاعهم. هاو تو بريفنت بقى البرونكولايتس، مهم جدا عندنا افويد السموكينج في الاريا اللي فيها التشايلد او في التشايلد هوم عموما، يعني عشان نقلل الريسك الريسبيراتوري الس. الهاند ووشنج مهم جدا، طبعا احنا عايشين في كوفيد 19 دلوقتي، اسينشال بالنسبه لي هو الهاند ووشنج. افويد الاذر ادلت لما عندهم ريسبيراتوري افكت ان هم كونتاكت مع البيبي بتاعنا، ولازم بدي الفاكسين اوف انفلونزا كل سنه، ولكن انا مش بديه غير للاطفال فوق 6 شهور، اقل من 6 شهور مش بديهم للاطفال. احنا كده خلصنا اول بارت او اول اكزامبل عندنا للابر ريسبيراتوري تراك. بعد كده هندخل على البرونكو نمونيا. طبعا احنا عارفين ايه النمونيا من سنه ثانيه، بنقول البرونكو نمونيا دي عباره عن انفكشن في اللور ريسبيراتوري تراك، انفكشن ذات انفولف الاير واي والبارينكما فلانج. دي ليدنج كوز اوف ديث في الاطفال اقل من 5 سنين. النمونيا دايما بيبقى معاها كونسوليديشن اوف لانج، ده اللي بيسبب لي غالبا حالات انها حاله خطره وتوصل للديث معايا. الايتيولوجي بتاعنا بيبقى غالبا احنا ممكن نقسمه عن طريق الايدج خلاص في الديفلوبد كانتري، بمعنى من زيرو للشهر الجروب بيتا ستريبتوكوكوس انفكشن او نيجاتيف اورجانيزم، هو دي الحاجات الاكثر ممكن تخلي لي الطفل يجيله نمونيا. من شهر ل 24 شهر ال ار اس في فيروس والستريبتوكوكال نمونيا والهيموفيلس انفلونزا كومان عندنا، من 2 ل 5 برضه ال ار اس في والستريبتوكوكال والهيموفيلس انفلونزا، من 8 من 6 ل 15 سنه بقى حاجات كتيره جدا بلس اللي احنا قلناهم قبل كده. طيب انا ممكن اقسم النمونيا بكذا طريقه. نقول اول تقسيم عندنا اكوردنج للسايت، يعني الافكتد بورت من اللانج هو ده اللي انا اقول عليه كلاسيفيكيشن الاولاني. عندي اول حاجه اللوبر نمونيا، منها يبقى افكتد لوب، يبقى ده ريفير للانفلاميشن لوكلايزد وان اور مور لوب في اللانج، وغالبا الافكتد لوب او اللوبس ار كومبليتلي كونسوليديتد. احنا قلنا في الاول
هي inflammation with consolidation of lung. وهنا بقى الافكت اللوب ده لما اجي اعمل اكس راي هلاقيه completely plaque، هلاقيه completely consolidated according برضه للسايت، بقول ان هو برونكونومونيا. ده معناها ذلك ان الانفلاميشن في البرونكيولز نفسها، وكان ليد تو برودكشن للميوكوبيرولانت ديسشارج. بلاقي كده البرونكيولز نفسها كلها فيلد بالديسشارج ده. الانترستيشن نمونيا طبعا باينه من اسمها، خلاص ريفير تو انفلاميشن في الوول اوف الفيولاي، خلاص الالفيولار ساك نفسها والدكت كلها هتبقى فيلد بالفلويد وهتبقى سيفيرلي كونسوليديتد. يبقى احنا كده فرقناها بايه؟ بالسايت. قلنا في عندي برونكونومونيا وفي عندي ليبر نمونيا وانترستيشن نمونيا. طيب اكوردنج بقى السيفيرتي، خلاص ما بقولش بقى مايلد ومودر تو سيفير، لا انا هقول حاجه ثانيه. هقول اول حاجه خالص نقسم قسمت كريتيريا، بقول نمونيا، النمونيا دي يبقى فيها ايه؟ كف، ماليز، ديفكالت بريزنج، درجة حرارة أقل من 38.5، تاكيبنيا. تاني حاجة في الكلاسيفيكيشن بنقول هي سيفير نمونيا، بنقول هي نفس المانيفستيشن اللي قلناها في النمونيا، هنزود عليها الشيست اندروينج. الشيست اندروينج ده لو احنا شايفين من الصورة ان الشيست وول جو ان مع الشايلد بريزنج اهي، لو انتوا شايفين الجزء ده خلاص واضح جدا جدا عندنا. لو شايفين احنا الجزء ده اهو واضح جدا جدا عندنا من اهوت. الفيري سيفير نمونيا بنقول بقى المانيفستيشن بتاعت النمونيا والسيفير نمونيا هنزود عليهم الجرونتنج، النوت ايبل تو درينك، ابنورمال سليبنج، السترايدر كالم تشايلد، والسيفير مال نيوتريشن. الدياجنوستيك بقى او الدياجنوز بتاع النمونيا بيقول مينلي الكلينيكال مانيفستيشن معاها الشيست اكس راي اللي هي هتبقى انديكيتد لو الطفل كان بتاعي. الدياجنوستيك انسرتينتي يعني انا مش متاكده انصر من الديجنوستيك بتاعي، خلاص او الطفل اقل من 3 شهور، الشايلد هو از سيفيرلي انويل، الشايلد هاز هيستوري اوف سجيشن اندرلاينج ريسبيراتوري ديزيز، يعني مثلا كان مولود وعنده ريسبيراتوري ستريس سندروم، كان مولود وعنده ابنيا، بيجي له سليب ابنيا، كل الحاجات دي انديكيشن معايا ان انا لازم اعمل اكس راي. لو في كومبليكيشنز انا دخلت في بلورال افوجن، كل او انا يعني قلقان ان يكون في بلورال افوجن عندي. الوايت بلاد سيلز كاونت غالبا مع الفايرال نمونيا بتبقى نورمال او سلايتلي اليفيتد، لكن لو هي كانت بكتيريا نمونيا هلاقيها اعلى من النورمال بتاعها. البلاد كالتشر شود بي بيرفورمد علشان اشوف الدياجنوز بتاعي انهين بكتيريا والكوز بتاعي، عشان الكالتشر دي اقدر ادي عن طريق السكريشنز دي الكالتشر دي والسنسيشنز اقدر ادي البروبر انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك ثيرابي في الثيرابيوتيك مانجمنت بتاعتنا، اول حاجه بتبتدي بالانتيبيوتيك ثيرابي اورال او بارنتال. الاورال فلويد انتيك لازم تبقى مهم جدا عندنا، قلنا دي لازم تبقى ورم. الانتي بايوتيك او الانتي جوزف الشيلدرن غالبا لو هم عندهم بكتيريا نمونيا دول لازم ياخدوا الانتي. اغلب الاطفال مع النمونيا بيبقى ريسبوند كويكلي للتريتمنت، وغالبا بيبقى فول ريكفرد. والثقب بتاعنا بالاكس راي ده مش روتين بالنسبه لنا الا اذا كانت الحاله بتاعتنا انديكيتد او كومبليكيتد. طيب امتى احجز بقى الطفل ده؟ لو الطفل ده كان اقل من 3 شهور، كان توكسيك ابييرنس، كان فيه هايبوكسيميا يعني الاكسجين ساتوريشن اقل من 93 اون اير يعني في العادي وهو قاعد معانا، خلاص ريسبيراتوري ديستريس انترفيرنج ويز فيدنج ان ايبل تو ايت، لو في significant dehydration يعني انا عملت الاسسمنت طلع معايا مودريت او سيفير dehydration، في complicated pneumonia او في deterioration despite الاورال antibiotics بتاعنا يعني بديله مفيش استجابه، فبالتالي هضطر ان انا اديله parental. السوشيال بقى concern ان هو مفيش كير، مفيش فون، مفيش language communication، في barriers منعاني من الكلام ده، وعارفه ان السوشيال كالتشر بتاعته مش هتسمح لو اتعالج في البيت، فلازم ساعتها ادخله المستشفى. الكومبليكيشنز بتاعتنا احنا قلناها في النص، احنا ماشيين قلنا ممكن يحصل له انفيوجن اللي هي بلورال انفيوجن او الامبايما، يدخل في نيموثوركس او لونج ابسس او يدخل في فيستولا. البريفنشن بتاعنا انا لازم افرق ما بين انا بعمل كنترول الانفايرمنت واشوف الاندرلاين كونديشن اللي عندنا، طبعا التمكن سموكينج، البور نيوتريشن، البلو هاوسنج كونديشن، الاوفر كراودنج او لو مفيش اورجنايزيشن، كل دي حاجات انا لازم ايه
فاكتورز بتأثر معايا. طب الكونديشن بتاعت الطفل دي في ايه؟ الطفل اصلا عنده كرونيك لانج ديزيز، خلاص عنده سيستيك فايبروزيس، هو اميونو كومبرمايز تشايلد، عنده كرونيك اسبيريشن، عنده كونجنتال لانج مال فورميشن، عنده ايروي مال فورميشن. كل دي حاجات لازم كويس جدا في البريفنشن بتاعنا ازاي. طب ايه النيرسنج رول بتاعنا؟ اول حاجه طبعا ايزوليشن بيد ريست، الاي في فلويد بيبقى معايا انتج اوت بوت شورت وانرجي مور فلويد، الاكسجين تنت لان الطفل غالبا ما يقدرش يعمل تولرنس للفيس او الليزر تونج عندي، الانتي بيريك دراج، السكشن، البوست درينج، وطبعا اساسي ريديو. في النيرسنج كير بلان بتاعتنا بقول ان انا هيبقى عندي ان افكتيف بريزنج باترن عشان انفلاماتوري بروسيس وبين، وفي ان افكتيف ايروي كليرنس علشان عندي ميكانيكال اوبستراكشن. ثالث بارت عندنا بقول ان انا هتكلم على لونج تيرم ريسبيراتوري ديسفانكشن، الحاجات اللي هي ممكن تبقى كرونيك زي الكرونيكال ازمه، وده اول حاجه هناخدها فيها. كرونيكال ازمه بيقول ان هو عباره عن كرونيك انفلاميشن او انفلاماتوري ديس اوردر للايروي، بنقول ان ويتش في ديفيوز اوبستراكشن او اوبستراكتيف لانج ديزيز، وده هيعمل كوز وايد سبريد نوروين البرونكوتراكيال تري. يبقى هي عباره عن انفلاماتوري بروسيس ديس اوردر، خلاص، وهي دي نتيجه النوروينج اللي بيحصل عندي، هي دي بينتج عنها اجرونيك. ريجاردنج الايتيولوجي بنقول طبعا احنا عارفين ان اصلا كل الحاجات زي بروكل ازمة السيندروم ده بيبقى غالبا ايديوباثيك، بس بيبقى عندي في بريديسبوزنج فاكتور. اول حاجه فيها البيولوجيكال سوري البايوكيميكال فاكتور، ده بيقول ان في امبالانس للهيومنال فاكتور اللي هي بتعمل برونكو دايليتيشن، وده هيعمل كل ما كان فيها امبيرمنت او فيها امبالانس كل ده ما هيعمل برونكو كونستريكشن زياده. تاني حاجه الاوتونوميك فاكتور، الايرسنت ريسبتورز بتاعت البرونكال ميوكس الميوكوزا، هي دي اللي عندها lower threshold of being stimulated causing reflux of bronchoconstriction. بمعنى ايه؟ يعني الباست اللي عندنا دي بتبقى اوفر ستيموليتد، خلاص بيبقى عندها قدره الاحتمال انها تبقى ستيموليتد قليله جدا، فده على طول بيدخلها في ريفلكس تدخل بعدها برونكو كونستريكشن. في اذر فاكتور بقى اجريفيتنج الازمه زي الالرجين، التري، البولين جرين، الاير بوليوشن، الداست، الايريتنت زي التوباكو، السموك، الاودر، اكسرسايز لما بدي سترونج او الاكسرسايز، الايموشن زي الفير والانجر، تشينج في ويزر، الانيمالز الناس اللي بقى فيهم بقى هير او زي الكات والدوج، الهورس، في كمان جينيتكس فاكتور بتاثر معايا. طب ايه الاسمنت كرايتيريا علشان انكريز البروبابيلتي الازمه؟ اول حاجه بيبقى ديزنيا، شورت ديكريس، برولينج اكسبيراتوري فيس، في ويزنج، بيل فيس، الشيست ميت بلاي انتركوستال او سبسترنال سبكوستال اتراكشن، الكف ممكن تبقى ان برودكتيف كف في الاول وبعد كده ممكن تبقى راتلينج او برودكتيف فروسي كف، ممكن يبقى في تكيبنيا، في تكيكارديا، في سينوزيس، ممكن يحصل هايبر انفليشن اوف شيست. ريجاردنج الدياجنوستس بتاعنا بقى، اول حاجه طبعا لازم اعمل انيشال كلينيكال اسسمنت، بعمل بالمونري فانكشن تيست، بعمل تيست الاير واي هايبر ريسبونسفنس، بعمل ايزوفيلز اير واي انفلاميشن تيست بيتعمل، بعمل الرجي سكين تيست وشيست اكس راي معايا. ده السبيروميتر عشان اشوف بقدر اقيس بيه اللانج فانكشن تيست، وده الاكسبيراتو فلوميتر، ده السكين الرجي تيست عشان اقدر احلل بيه الرجي من ايه. ايه سيرفيس مانجمنت بتاعتنا؟ اول حاجه بعمل كنترول الالرجين، وده عن طريق الاوبزرفيشن بتاعي او عن طريق التست اللي انا عملته، شورت اكتنج برونكو دايليتور، الانهيلد سترويدز ممكن تبقى ريكومندد از بريفنتيف دراج وبرده سيف للاطفال اقل من 5 سنين، لونج اكتنج الانهيلر بتاع جونستيك. ايه هي بقى النيرسنج كير بلان بتاعتنا؟ هندي اكزامبل بس اثنين، اهم اثنين عندنا طبعا دي بترجع بقى البيبي بتاعنا. ان افكتيف بريزنج باترن ليتد تو الرجيك ريسبونس برونكال تري او اكتيفيتي انتولرانس ليتد تو امبالانس بتوين اكسجين سبلاي اند ديماند. وبكده هنكون احنا خلصنا المحاضره بتاعت الريسبيراتوري ديس اوردر. اولا ثانك يعني شكرا لحضراتكم، استني لو في اي سؤال
هنبتدي نفتح الدسكشن ان شاء الله.